إذن متابعينا الكرام صباحكم مبروك، ولكن كنعتذروا على هذه الصوره القبيحه للصباح في هذه الاواسر. اكيد كتعرفوا منطقه المكانسه اللي دائما ما كنهضروا عليها بانها يعني كتعيش في واحد الفوضى بعض المرات اللي للاسف غير مقبوله. تبارك الله عليك، اللي للاسف غير مقبوله. علاش؟ على حقاش ما فيهاش يعني كي غادي نقولوا فعاليات اللي غادي يخدموا هاد المنطقه هذه. للاسف حنا كنشوفوا دابا هاد الازبال اللي مرميه بحال ما هكا في الارض، حيت ما كاينينش حاويات اللي غادي يلوحوا فيهم الناس الزبل. فاللي كيجي ما كيلقاش حاشاكم يعني طارو ديال الزبل، فكيلوحوا الزبل بحال ما هكا في الارض. فاش كيجيو حتى صحاب النظافه شي كيجمعوا شي ما كيجمعوش، لحقاش الله يحسن لهم العوان ما يمكنش يجمعوا كلشي. هنا امامنا يعني روضه، هذا صور ديال المقبره. وانتم كتشوفوا الصوره اللي كاينه بحال ما هكا، مع العلم انه هذه البوسكوره او البوسكوره كتعتبر من اغنى تبارك الله العمالات والجماعات والمقاطعات. فكيف يعقل انه بالمسؤولين ديالها وبكل شيء ديال الناس اللي خدامين هنا بعمل ديال البوسكوره ما يكونوش عندهم حاويات الازبال ويبقى بحال ما هكا الزبل مرمي بحال ما هكا في الارض. هنا كنشوفوا هنايا راه كاينه مقبره اللي مازال الناس تبارك الله كيجيو كيدفنوا فيها. الله يرحم جميع موتى المسلمين ان شاء الله. فين كنشوفوا مثلا مقابر في دول اخرى راه كنشوفهم كيتعطاهم واحد الاحترام وواحد يعني احترام كبير، يعني ما كتلقاش ما يمكنش تلقى بحال ما هكا الزبل مرمي في الارض بجانب ديال المقبره. وكاين اللي كيجي وكيلوح على المقبره، وراه بعدا راه كانوا كيلوحوا هنا على الصور. كان هادشي كان كيتلاح على الصور ديال المقبره هنا في هاد البلاصه هادي، شي كيتلاح هنا. دابا ها هو ولا كيتلاح، حشومه هادشي، عيب وعار. راه يعني كنظن بلي بزاف ديال المسؤولين اللي ساكنين هنا في مناطق مجاوره لهاد البلاصه هادي، واللي زعما خاص يدخلوا وخاص يكون عندهم واحد ضربهم الغيره. بعدا اول حاجه ضربهم الغيره على هاد البلاصه بحكم انهم ابناء ديال هاد المنطقه هادي، ثم بانهم بحكم انهم يعني اعضاء في المجلس ديال الجماعه ولا مسؤولين على هاد القطاع هذا، يعني فخاص ضربهم النفس بزاف ماشي غير شويه. وهاد الصوره هادي اللي كتشوفوها معنا بحال ماكم متابعينا الكرام، فهي راه معممه على منطقه المكاسه كامله، كاسه جوج تابعه لعماله بوسكور. تقدر تمشي لقدام تلقى بزاف عاوتاني ديال الازبال، تقدر عاوتاني تمشي عاوتاني للور تلقى بزاف ديال الازبال. ما كاينش حاويات ديال الازبال، علاش؟ ما السؤال المطروح هو واش عماله بوسكوره واش ما قادراش توفر حاويات ديال الازبال في الناس يلوحوا الزبل ديالهم؟ هذا هو السؤال المطروح اللي قدامه علامه استفهام كبيره، واللي كنتمنوا من الله شي تجاوب او لا شي جواب يكون عليه. متابعينا الكرام غادي نخشوا معكم هذا المباشر الى مباشر اخر ان شاء الله. الى اللقاء.